خصوصي ينجح هذا فلوس عنده ناس واصلة يعني، بس أكو ناس لا يعني فقير يعني شو يسوي مين يجيب مين يجيب. هاي طلعت مع السماعات وهاي وأسئلة تتسرب، يعني شنو ذنب الطالب من تسربت الأسئلة وهسه صعبوها؟ شنو ذنب الطالب يعني هسه عادوا الامتحانات وأجلوها، شنو ذنبه هسه صعبوها؟ اليوم أسئلة العربي كلش صعبة كلها طلعت مأجلة وتتباشى من عندها. يتغير الوزير يتغير التعليم بالعراق، يعني هسه اكو مناهج يعني اصلا ما لها داعي. يتغير الوزير يتغير التعليم بالعراق، ما يتغير لا والله، يقع لها حتى يبقى الطالب على معاناته، ها والله ادرس خصوصي، ها والله يعني صار شنو ذنبي هسه يجي ابن المسؤول ابن هاي يشتري اسئله وينجح ويطلع معدلات عاليه، وانا ها والله لو ادخل خصوصي لو ما انجح. ليش؟ هل يقدر يجاوبني؟ ما حد يجاوبني. طبعا ما التعليم بالعراق حبيبي، عندك المدرس بالصف يدرسك شكل وبالخصوص يدرسك شكل، ليش؟ ابغى اشتغل لوجه الله، اشتغل على بالحاتم اشتغل نفس الشيء، ليش؟ ها هناك بفلوس، هنا هم بفلوس، ما بيعطوا لك راتب، ما بيعطوا لك راتب لو لا، يعني ما له داعي هيك اسئله تجي صعبه. الطالب يعني صار ثلاث اشهر يقرا يجي يفتح الاسئله كل شيء ما يعرف، الله يقبل والله ما يقبل، بس سوى هسه حكومتك والله مو صدق احد. عشان ذنبها من أجلوها وأسا يعني تسربت صعبوها الأسئلة، ليش يعني ليش؟ شنو ذنب الطالب؟ شنو ذنب الطالب؟ يطيح بيها، أنا شو عليه أنت ما تحكي قالك تسربوها الأسئلة؟ كل الأسئلة يعني هو عنده فلوس يعني سرب الأسئلة على مود ينجحون ذولاك الناس، ما نريد نذكرهم. يعني زين شنو ذنب الطالب اللي قرأ ودا ينتظر الامتحانات بس نريد نخلص احنا من عندها، صار لنا كومه بس نريد ننتظر يجون يأجلوها، يعني بس امتحانات نحن بالسادس شهر بس بالعراق هاي؟ يعني هسه اسئله العربي كلها اجله، طلعت كلها مأجله. ما بيها لا، التبريد موجود وبنك هاي بس تبقى يعني كجام وهاي يعني تبرد الغرفه. قبل شويه اخوي قال تغير وزير وما يتغير وزير، لا يعني مو تغير وزير، تغير الاحزاب اللي لازمه دولتنا. الاحزاب اللي لازمه دولتنا اللي هي قاعده تدير الدوله حسب اللي ببالها. اللي هي قاعده تسرب اسئله وغيرها وغيرها وغيرها، وتعرفون الى مايلي وكل الناس قامت تعرفهم شنو هم. فلازم يجي يوم نغير كل شيء، مو بس نغير التعليم، لا والله كل شيء. اذا ظلينا انا غير التعليم وهذا اذا صيح غير فلان شيء هذا صيح، لا والله نتجمع نغير كل شيء، بس كل شيء مو مال نغير تعليم ومغير هاي وزاره وهاي وزاره كله. شنو ورا التعليم؟ شنو بعد؟ وين التعيينات؟ وين الغيرها؟ وين غيرها؟ وين غيرها؟ ورا التعليم هم لازم يرد تعيين ما تعيين هم كله ماكو. فتغير الاحزاب اللي لازم هاي الوزارات كلها واللي لازم العراق كله، وتعرفوا وكل الناس تعرفها شنو هي الاحزاب اللي لازمتنا. واشكرك بس يعني يجي ادي كلمه شوي. انا اعاتب رئيس الوزراء يعني، واول شيء اعاتب وزير التربيه. يعني هسه احنا حاليا يعني شنو ذنبنا انه امتحان يتاجل واحنا مو سبب به؟ يعني شنو احنا مثلا سربنا الاسئله؟ احنا ما لنا غرض بهذا الشيء كله. يعني احنا بدنا نمتحن ونريد نخلص امتحانات، يجي ياجل اسبوع كامل ويلغي الامتحان مال الاسلاميه ويخرب ورا الامتحان. امتحان القواعد الاسئله شفناها احنا، الاسئله كانت مستوى يعني جيد. ليش هسه الاسئله مستوى فوق الوزاري؟ أسئلة صعبة هسه إذا تشوفها، الأسئلة صعبة. يعني هسه نص الطلاب أجلت والنص الباقي دور ثاني احتمال. يعني أنا كنت متوقع إن قلت 90% هسه ما صفت لي حتى 50 أو 60. ماكو هيك أسئلة فوق مستوى الوزاري. يعني ليش الملزمة مال المركزة ما ينطوها بالمدرسة؟ ليش بس بالخصوص ينطيها؟ ليش يرشح مهمات؟ التعليم مالتنا إلى الوراء، كل سنة التعليم إلى الوراء. أنا ما قاعد نتقدم، قاعد نرجع لورا. ماكو هيك تعليم بالعراق. شو وقت وين صار مال الامتحانات تتأجل؟ امتحانات شهر، يعني شهر امتحاناتنا ليش؟ ماكو بالعراق صار امتحان يلغي، ماكو بالعراق. أنا يعني من الناس بنتي إنه دمرت نفسيتها، زين؟ يعني دا يقولون إنه الأسئلة هم ما لهم ذنب الطلاب بتسريب الأسئلة، زين؟ وش كم واحد اللي يسربها وتوقع براس الطلبة، زين؟ أنت يا وزير التربية المفروض إنه تكون يعني من ضمن انه لازم تساعد الطالب. السلبيات هاي بدها تصير شنية هي هاي العد هاي اللي صارت هسه الاوضاع هاي، تغيير الامتحان، تغيير الاسئله، جدول جديد يعني سوى، وكل هذا كله راح ياثر على الطالب. هذا الانتخابات نزيهه، ماكو كل نزاهه لا بالانتخابات ولا بالامتحانات. زين هم ليش ما عادوا الانتخابات هسه اللي كانت كلها بفلوس وصرفوا عليها؟ ليش هذا عادوا الجدول سووا جدول جديد هسه؟ لأن هذا باعتبار هذا مستقبل للطالب، ما لهم شغلة هم، بس ذاك مستقبلهم هم. وضعية الطالب هاي إلى أن الله هو اللي يفرجها على هالبلد هذا، يفرجها زين. هاي وضعية الطالب إلى يعني
يتحسن وضع الطالب الى ان تنفرج على البلد كله، على العراق كله، مو بس يعني. زين انا من الناس هسه بنتي يعني خليت لها بس رياضيات، ما عندي ذاك انه المبلغ انه انا اخلي لها كل الدروس. زين تاثر لي انه احنا واحد مثل راتب واحد اذا بالبيت هو شي يريد يخلي لها، ايش كم مدرس خصوصي، مدرسين خصوصيين هسه ما شاء الله من المليون وفوق. انت لا ماكو هيجي قبل، مو احنا هم دارسين متخرجين وهذه، ماكو هيجي وقتنا كل من يلزم كتابه ويقرا، ماكو درس خصوصي، اكو احد يدرسنا خصوصي، احنا معتمدين على نفسنا، ماكو حتى ملازم ماكو. بس هسه المدرسين اصلا هم ما ينطون الماده بصوره صحيحه، هم اي ما ينطوها بصوره صحيحه، هم معتمدين انه حتى يدرسون يما الطالب يجي خصوصي يدرس غصبا ما عليه، عنده ما عنده يدرس خصوصي يما يجي. لا ما ينطي ما ينطي، ما تصرف له هاي الشغله، والله ما تصرف له، لا للمدرس ولا المعلم، ما يحل الراتبه، ما يحل الراتبه. انا اقول لك والله مستفادين من هذا الموضوع. زين اذا كل مدرسه تخلي لها سياره وبيت وراتبها بذاك الحساب ودرس خصوصي، بعد تقول لك انا ليش ادرس بالمدرسه واتعب ماده بالمدرسه مال العظميه ما كملوها للطالبات بالاعداديه مال العظميه، والله عافوا المواد عليهم وقالوا لهم انتم روحوا بالبيت اقروا وقعدوهم والله العظيم. زين هيا مدرسات. والله هي من انطونا العطلة كانت يعني كبيرة هواية، فهاي شيء غلط للطالب. اي يعني لو ناطين يعني كالسنوات السابقة 40 يوم نقدر نحدد بيها مصيرنا، يعني نقدر نضغط على روحنا نقدر نقرأ، بس هسه طونا فترة طويلة ما قدرنا نعرف نستغل الأيام، مع أنه أنا عايز سنة العام همين انطونا 90 يوم وهالسنة 70 يوم، وهسه جتي أجلوا الامتحانات لغوا الامتحان الإسلامي وهذا الشيء غلط تأخير. والله هي هم من أجلوا الامتحانات سووا يعني شلون أقول لك يعني سووا تساوي بين الطلاب، يعني أكو طلاب استلمت الأسئلة حلوها، أكو بيها ما تعبانين، أكو بيها لا والله تعبانين بيها أجلوا، فهم من هذا الجانب يعني كل الزين يعني سووها أجلوا من ناحية الطلاب. والله مثل ما قال الأخ كان فترة طويلة كلش، بس هذا يعني صح يأثر على الطالب بس يعطيك فترة طويلة على متقرب بيها. ها مثلا خلونا 3 أشهر 4 أشهر خلونا مثل فترة طويلة، العام نفس الحال 90 يوم خلونا، هالسنة 80 يوم. والله هاي من عندهم، الطالب ما له دخل، الطالب جاي يقرأ وينجح، الطالب جاي يقرأ وينجح، هاي من عندهم الفساد التربوي. الطالب شنو ذنب بدي عاقبه هيجي معاقبه ودي ايش من الامتحانات؟ مو الكل بيها كم واحد فاسد يعني ياثر، يعني تدري من اجله الامتحانات خربوا واهسه الطلاب. انا من نفسي انا خربوا واهسي من ورا الاسلاميه، كيف اجلوا الامتحانات واجلوا 17/7 وهسه كذلك هم صار تزوير بالانتخابات وبالتزوير بالاسئله. يعني مثلا اكو ناس تعبانه على نفسها، تقعد الصبح الفجر ها تقعد تقرا وتجي تمتحن على مطلع معدل تصعد كليه. اكو ناس لا ما تعبانه، هذول ابن المسؤول ابن الهاي ياخذ ابوه يجيب له الاسئله ويجي يمتحن ما تعبان على روحه، فانا هذا الشيء غلط انا بالنسبه لي. انت سربت الاسئله شكو تحبط الطالب صح لو لا؟ 10 أيام بين امتحان وامتحان على اي اساس؟ يعني الطالب ايش حظ البي حيل، والله اليوم جبناهم هيك قوه جبناهم. زين احنا نفسيتنا تعبت، الامهات تعبت، يعني وهذا حال امهات بالتراب، بس نريد ما نريد هسه معدل، بس من دور الاول نريد ما نريد شيء. هم قلنا حتى اهليا ندخلهم، هو دا يريدنا ندخل اهليات، هسه بس طلعنا من دور الاول، يعني همينا دور ثاني هم حنشودر هنا، والله هذا مو حال. يعني انت من عندك منك وبيك الحبربشيه مالتك هم دا يسوون، اني لو الفقير ما عنده يدفع ورقه ورقتين. اول بارحة يقولون طونا ورقه نعطيكم الاسئله، منين نجيب لك الورقه؟ عندنا دفتر رسم احنا؟ والله بس اللي شو اسمه اللي اخذ الاسئله زنقين، اللي ما اخذ الاسئله احنا الفقره. والله ما عنده، بس اللي ما عنده ما اخذ، بس شوف هسه الناجح زنقين، المناجح هو الواقع بيها. لا هذا مو خوف، لو يخافون عليه ما كان هيك يسووا بيه. والله العظيم
كنا احنا يوم بيوم نمتحن وننجح والله لا مدرس لا شيء. شو هسه ماكو الا حتى الاب والله كل شيء يوفر والام كل شيء توفر وماكو كل شيء. بس التربيه شنو توفر؟ التربيه بس بوق وها هي بس والله كل شيء ما موفر للطالب. ماكو لا قياده صح لا انسان بخير حتى المدرسين ما اعرف. عندك فلوس اعطتك مرشحات ما عندك فلوس روح الله وياك. زين وضعيه الطلاب خلال اجراء الامتحانات شلون؟ والله محبطين فد مره كهرباء لعبان نفس كل ساعه تقول لي الا اشق الورقه الا اشطب على دفتري يما حرامات مستقبلك يما البارحه تقول لي الا انتحر يما طبها مرض طبها مرض انا على ابو الدراسه لا يصير بيك شيء يعني مو بتك لو بتك كانت تخاف عليها يا وزير انت. بداية السنة احنا كتب منطونة ما وزعونا كتب احنا مدرستنا بالراشدية شهيد حسن ضاري كتب منطونة اكو عند امتحان الاربعاء احياء اكو رسم نزل جديد بالاحياء انا ما عندي هذا الرسم لان كتابه قديم مو بس انا طبعا المدرسة السادس الاحياء كله ما عنده يمكن كم طالب بس طلاب معدودين انطوهم كتب جديدة من التربية. الامتحان مال الاسلامية احنا انغدرنا به ليش انغدرنا به ولد الرؤساء وهاي باقوا الاسئلة والتربية نفسها اخذوا الاسئلة هم سربوها يعني مو مسؤوليتنا احنا نحفظ الاسئلة مسؤولية التربية هي تحفظ الاسئلة مو احنا. احنا هنا تعبان جاي تعبان من الصبح جاي من تلفات الدنيا يجي هنا امتحن وتالي مع التالي يقول لي الامتحان والله شنو الاسئلة تسربت ماكو هيك شيء. الحكومة الفاسدة هي سبب كل هذا كليته اي نعم والتربية كذلك التربية هي سبب لان التربية هي عليها ان تحفظ الاسئلة مو الطالب عليه ان يحفظ الاسئلة هو الاسئلة يمكم ولزموهم لثلاثة هم سربوا الاسئلة. زين انت ليش تغير الامتحان تأجله مال الاسلامية اذا انت هم من عندكم ثلاثة وما سووا لهم شيء بس نزلوهم مرتبة من الهاي مالتهم. انا كطالب اول شيء يعني اخر منياتي اتمنى تربية تجي يجي رئيس تربية يضبط الدراسة بالعراق احنا بلد الحضارات يعني العراق يصير به هيك والله عيب والله عيب والله عيب العراق يصير به هيك هاي دراستنا هاي حتى بدول العالم ما معترف بها. والله يعني ضغط علينا هواي وما اكل مدرسه ما يعني ما تستفاد من عندها كل شيء اي بس يعني كل واحد يعتمد على الخصوصه مالته وها هي او هسه نجي بالامتحانات امتحان اسلاميه والله شنو السربت ويعيدوا الامتحان وينك هيك بطل يعني احنا ليش من يعني احنا ما حد اخذ الاسئله ايش كم واحد اخذ الاسئله واجلوها براسنا مو ينتبهون الطلاب بس يعني رئيس الوزراء غير يشوف وزراء شلونهم. والله يعني اخر شيء اتمناه انه ماكو داعي التاجيل ويخلون الطالب عليه ضغط يعني هواي يمشون الامتحانات على خير ويعدوها بدون هاي الازمات اللي تصير. احنا طلاب سادس تعبانين يعني الاسئله صعبه هسه مال انجليزي ولا واحد مجاوب الاسلاميه جلوها واحنا كنا مجاوبين عمي جاوبتوا لو ما جاوبتوا يعني احنا هسه اذا ما هسه تصير امتحانات نزيهه شو كنت تصير امتحانات نزيهه احنا كطلاب يعني تدري عندنا سنه وزادت سبع ايام يعني احنا مو مشكله هي الاسلاميه يعني راحت ولا جت يعني احنا نقراها وماكو احد يرسل بالاسلامي بس التاجيل مال الامتحانات يعني اثر علينا هواي. والله كطموح هاي تعتبر اشياء شخصيه يعني كطموح كل واحد عنده طموح يعني هذني الشغلات ما تاثر علي ان شاء الله يعني أنا كطالب عندي طموح يعني هاي تيجي توقفني ما توقفني يعني ومن الله التوفيق. والله هو الامتحان الإسلامية صار لنا حالة نفسية بينا زين. أول شغلة هي طلعت الأسئلة منو طلعها الطلاب منو طلعها الطلاب إذا هم من بيهم من عندهم وبيهم طلعوها الأسئلة تعال عيد الامتحان اللغة الامتحان ليش هاي حالتنا النفسية تدمر صارت دمار شامل حالتنا النفسية بعد ما كواها سلقاية وضع جدا كثيف من الحكومة من الوزارة من التربية من كل الخدمات ما كنا عاني من عدها أبسط شيء الخدمات هسه احنا دنمتحن جايين دنمتحن مي كلاس مي يعطونا ماكو حكي يعني هسه هي الحكومة هسه هي ملتهية بنفسها ملتهية لا تراعي الطالب
لا اول لا تالي، يعني احنا شنو يعني شنو نقدر نسوي؟ احنا نريد نجيل مستقبل، جيل مستقبل واعد، نريد واحد يدعمنا. اذا وزارة التربية ما تدعمنا، عاد من يدعمنا؟ احنا لان احنا الجيل المستقبل، لازم يصير اكثر شيء الاضواء علينا. يصير سو هذا وضع. الوضع دي شلون دي يسوء اكثر بعد اكثر يسوء، ماكو تطور للاحسن ما نجد. والله صار بدينا بالدراسة، تعرف بالبداية رحنا نسلم كتب، التربية ما وفرت لنا الكتب، بدينا نشتري بيها وبالملازم. بعد وراها تعرف اكو مشاكل بالدراسة مثل المدير والطلب بالمدرسة، رسوب هم بالامتحانات مثل المدرس هم اكو بيهم يشدون وياك يعني بالامتحانات. فهاي هم مشاكلنا. وهنا بالامتحانات مثلا امتحان السامي احنا امتحناه قريناه، بعدين لغوه بسبب شو اسمه الامتحان التسريب الأسئلة، واحنا اصلا تسريب الأسئلة ما لنا علاقة به طبعا، بس كان تسريب البعض على الانترنت، وكانت أسئلة اصلا نفسها كل سنة هي تطلع مع السامية لغوه. هذا هم مشاكلنا، يعني واحد يعيد انهم امتحانات. هي تقريبا هي ماكو مشاكل، بس شوية عانينا بسبب تأجيل الإسلامية وبسبب هاي الضغوطات اللي صارت علينا وراء التأجيل والحالات النفسية، والأسئلة مع العربي جاتنا شوية صعبة مو مثل ما احنا متوقعين. باقي السنين كانت أسهل، بس اليوم مع الإنجليزي الحمد لله كل سهل، يعني الطالب القارئ والمضبط المادة بكل سهولة يجيب 100 أسئلة تناسب كل الطلاب جميع المستويات. اي والله هواي اثر علينا خاصه بالاسلاميه، يعني احنا الطالب الزين اللي قرا وتعب تاثر هواي، بحيث اجى هذا الطالب اللي كل شيء ما قاري قرا الاسئله قبل الامتحان وراح جابه وفول حاله حال اللي صار له بالاسبوع يقرا الاسلاميه بهاي الماده اللي اعطونا اياها الفتره مع المراجعه. اكيد الوزاره اللي موجودين بالوزاره، انا اللي سمعته من الاخبار ان الموجودين بالوزاره هم اللي يسربوها. اكيد احنا جميع الطلاب كل واحد عنده هدف، كل واحد عنده شيء يريد يسويه بحياته، ان شاء الله نحقق هذا الشيء. والله هاي السنه خاصه من صار التسريب معنوياتنا هبطت، كان املنا كبير انه نحقق معدلات عاليه، بس من شفنا هاي التسريب ولحد الان لا زال التسريب، يقولون التسريب لحد الان وقفناه، بس هو لحد الان موجود وده تتسرب الاسئله. وبس انا اناشد الدكتور محمد اقبال انه ينظر لحالتنا، لان هاي السنه احنا عانينا ما عانينا وكل شيء، يعني اردنا بس نسوي اسمه الاسئله تسربت اكثر من مره تسربت، ويقولون لا احنا وقفناها بس هي كذب. لحد الان على التليجرام على اليوتيوب على غيرها من المواقع هواده تسرب الاسئله. لا ما اعتقد راح احقق شيء بسيط مني اللي انا اطمح له، لان معنويات زفت، يعني من اقول لك زفت يعني حيل الى ادنى مستوى، ما راح احقق اي شيء من طموح. وانا يمكن راح اعيد السنه بسبب الوزاره. حسبي الله ونعم الوكيل بيك استاذ محمد اقبال وبكل واحد، يعني خلى هيك الطلاب يصير تنزل هاي المستويات. هاي السنه افشل سنه مرت على العراق، لان تسريب الاسئله بها ظلم، يعني الاسئله شو اسمه دا تجي بصعوبه، واسئله العربي اجت انتقام انه لان تسربت الاسئله، واحنا مو صوتنا، الصوت من الوزاره، هي من داخل الوزاره هي اللي تسربت الاسئله، بس هم ظلمونا احنا الطلاب. حسبي الله ونعم الوكيل بهم. هي بالانتخابات زورت انه بالاسئله الوزاره، مو بس الوزاره، كل الوزارات هي فاسده بالعراق، ماكو وزاره اتحدى يقولون وزاره صارت شو اسمه نزيهه، ماكو وزاره نزيهه، كل الوزارات، وزاره التربيه، وزاره الصحه، حتى وزاره الدفاع بها فساد اداري ومالي وكل شيء. يعني هسه احنا سربوا الاسئله،
الطلاب نصها وقعت بيها. احنا ما يعني ما لنا دخل نوقع بيش مشاكل وضغوطات وتاثر علينا امور نقرا يعني ما يصير. اقول لهم من البدايه ماكو امتحان، لو حتى نمتحن يعني مو نقرا ونتعب بعدين تاجل اسئله، واسئله جت سهله يعني مو ديش صعوبه. اي هيجي هيجي اي يعني شو نسوي؟ ما بدنا يعني غير الله، شو نقول يعني؟ الله موجود والله كريم. السلام عليكم. السلام عيني حبيبي. انا اطرح مشكله، المشكله انه هي الاسئله كانت صعبه، والطالب السادس يمر بحاله نفسيه، والطالب السادس يريد فشي سهل حتى شنو يجاوب، مو اسئله صعبه. انا الحمد لله بالانجليزي شيء سهل جابونا، اسئله بسيطه وواضحه، بس اللغه العربيه جابوها اسئله صعبه وانتقاميه للطالب. الطالب يريد يطلع معدل، ما يريد يرسب، ما يريد يجيب درجه ضعيفه، يطلع معدل عالي. والله هي ظروف صعبه، والطالب يعني يكون يعني قد المسؤوليه، صحيح بمعاناه وتعب وهذا، بس يراد له تركيز، يراد له يعني ثقه بنفسه، يعني انه هو راح يطمح الى هذا الشيء اللي يوصل له. والله لا يعني يعني تجي حكومه جديده، تشكل حكومه جديده، وش يصير خير ان شاء الله. والله الحكومه حاليا مضطربه، بس الامتحانات شيء واحد، يعني شغله واحد، الامتحانات شغله واحد، لازم ما تربط نهائيا. لازم الطالب يحط تفكيره بالامتحانات وبعدين بعيد عن الحكومه. اسئله العربيه ما تنحل يعني صراحه، وما ما ما اعتقد انه طالب حلها كامله وجاوب بيها. يعني اسئله صعبه والكل شافها. هذا الشيء يعني اطلب من الوزاره انه يتساهلون، لانه احنا ام عراقيين، احنا ام ابنائكم، يعني شنو ذنبنا انه احنا كهرباء ماكو؟ مثلا طالب سادس انا، لا كهرباء لا امن لا خدمات لا شيء، هاي كلها تاثر علي. زين وانا عندي قرايه واقرا ومواد هاي هوايه، يعني هسه انا ادبي مثلا، بس احكي على ابو العلمي مثلا، احنا هم تعبانين، لكن الجميع يعني هسه العلمي الادبي كلها نفس الشيء، كلها نفس المعاناة. احنا تدري الطالب العراقي دائما مجتهد ويحاول انه يحقق طموحاته بابسط الاشياء. يعني ما ادري ايش اقول لك بصراحه، لانه الوضعيه حيل تعبانه، الوضعيه حيل تعبانه. اتمنى صراحه، اتمنى انه يلغون البكالوريا، حالنا حال الدول الباقيه، شوفها شلون متطوره. يعني هذا الشيء اتمناه انا من الوزاره او من رئاسة الوزراء، يعني اي من الحكومه كلها، اتمنى انه يلغون امتحانات البكالوريا ويسووها امتحانات حالنا حال كل الدول هاي خارج العراق، يعني هاي دول البلدان اجنبيه العربيه، انه تكون امتحانات عاديه وبسيطه. ليش هيك يعني مثلا تفتيش هذا يعني حتى يخلون الطالب يشك بنفسه؟ زين انه يعني ما صايره كانه قاعد بثكنه عسكريه او بحرب. زين انا نفسيتي تعبانه وانا متدمر، زين من القرايه، زين واجي هنا وجو يعني تخويف من البكالوريا، هذا شلون الطالب يقدر هيك؟ الى ان يستقر الوضع وتتصحح تجينا دوله قويه تهتم بالطلاب وتهتم بجميع طبقات الشعب. والله عانينا هواية، يعني من حيث تغيرات الأسئلة، يعني من أول شيء تسربات الأسئلة، يعني ما صارت تدهور يعني حال، والسهر أثر علينا يعني الغاية، بحيث السهر الأسئلة شوي أصعب يعني جدي صعبة. بينما يعني شنو حسابنا من تغيير الأسئلة؟ يعني أكو ناس ظلمت، أكو ناس لا، يعني جاي نضرب من دولة، فهاي مشكلاتنا. يعني هسه مثل حال البكالوريا كأنه مغاوب فشي، يعني اي يعني البكالوريا مثلا من نسمعها بالك هسه صار هسه حاليا، لأنه مو مثل الدول الخارجية ودول أخرى. والله هسه هاي الموسم الامتحاني يعني أهم مشكلة صارت هي مال تسرب الأسئلة مال التربية الإسلامية،
خلوا الطلاب يعني يعانون في مشكلة صعبة، لأنه جوي متهيئين وهاي وامتحنوا وأجلوا وهسه بعد يمتحنون، فهاي الشغلات يعني دا يطلعون الطلاب زين هالسنة الأسئلة يعني دا يجابون وياها وزينة سهلة شوية، وعاية الطلاب أهم شيء هذه أثناء الامتحانات، عايتهم يعني تهيئة الأجواء الزينة لهم حتى يمارسون عملية الامتحانات بصورة صحيحة. والله احنا نتمنى ان اولادنا كليتهم النجاح والموفقيه لخدمه هذا البلد. تزويه بالانتخابات هاي شغله مستديمه يعني بكل انتخابات هو دي يصير تزويه، لكن هالسنه الحمد لله وشكر فاقد كل السنين، ويعني الانتخابات أنا أشوفها هي سبب من أسباب تدهور العملية السياسية والمجتمعية بالعراق، لأن الانتخابات إحنا متوصلنا بعد ما متوصلين إلى معرفة الديمقراطية شنو. إحنا هسه متخذين الديمقراطية بس كسب، ماكو عطاء. فهنا الأحزاب والانتخابات تجيب ناس سيئين، إحنا ما يفيدنا إلا الحكومة الاتحادية وحدها وانتخاب رئيس دولة واحد بس وهو يشكل الحكومة. كل طبيعي طبيعي طبيعي، هي العملية السياسية أهم شيء، هي اللي تبني البلد، هي اللي تبني المجتمع. عملية سياسية فاشلة خاصة الشغلات الموزينة المحسوبية المنسوبية الهشوة الفساد المالي والإداري. الفساد المالي أنا من خلال منبركم هذا أناشد كل شريف يستلم سلطة أن أول ما يحاسب أمانة العاصمة، لأن أكثر فسادا هي أمانة العاصمة، ولو مو الأمينة فاسدة ما يصيرون الموظفين فاسدين. يجون يأخذون ضرائب من الناس كلها كذب وكلاوات، وثلاثة بعض ضرائب تنزل بجيب الموظفين. والله يهمنا وزارة التربية هواي عدة تقصير، يعني رعاية الطالب يعني الطالب دول العالم مهيئين كل ظروف الحياة، هنا شنو عند الطالب شي يعاني من كل المشاكل المادية والمعنوية والقضائية وكل شيء. يعني وين اكو كان قبل كليه يدخل لها شرطي؟ ماكو كليه يدخل لها شرطي، هذا كفر. هسه كلها الشغلات عسكرات المجتمع وعسكرات يعني شوف هسه تلاحظون الشرطه والجيش والهاي هي ما يخالف، هسه يقول لك حمايه، لكن الحمايه مو بالصوره هذه، حماية تقدر من خارج الأسوال الكلية تعمي. والله في نهاية الخصوص يعني حيل دمرتنا، أي نهاية الخصوص دمرتنا أولا. شيء ثاني التدريس، يعني بتوصل يعني مرحلة من نصف السنة ماكو تدريس بعد، إنه طالب داخل الخصوص والغير ما داخل الخصوص يعني شلون يفش حاله فعلا. وهسه يعني هنا من تأجيل المادة الإسلامية يعني اللي كان المجاوب يعني وراحت عليه درجته، اللي سرب الأسئلة يعني وشنو وكل هاي الدصير هاك فعلا هي ضحية من وبيها الطالب. أما من ناحية المادة اللغة العربية كانت الأسئلة مراعية هماتنا جيدة، ما مطولة فقط. أما مادة الإنجليزية مادة جيدة كل جيدة. والله التعليم زفت بالعراق نهائيا، يعني ما صايرة إنه تربية أجل امتحان وزاري، يعني بالعالم كله أصلاً ما صايرة من أنه تربية أجل لك امتحان وزاري كامل، تغير أسئلة نموذجية مال دروس كاملة على مود أنه أسئلة تسربت، وإحنا ما علينا. يعني إحنا طلاب درسنا وتعبنا والليل ما نمنا، يعني إحنا مثلاً الليل كله قاعدة أقرأ الإسلامية حتى أجي أجاوب ومتأمل أنه أجاوب يجون يغيروه على أبسط شنو، يعني أنه تسربت. وهم مو أنه يعني لو إحنا ما أخذيها نقول أوكي ما يخالف، لو العراق كله ما أخذها أوكي، بس ما حد ما أخذها غير عدد قليل من الطلاب، ونشرت على مواقع التواصل ودبوها براسنا انه احنا ماخذيها. النوب العربي غيروا الاسئله، والاسئله جاوبوها كلش صعبه، فورد نوب صعبه ما حد جاوب، وطلاب يعني سؤال يشبه بالكتاب ماكو،
ماكو سؤال بالكتاب، يعني الوزارة راحت انتهت، مال انه بعد اكو تعليم بالعراق مستحيل، اكو مستقبل بالعراق مستحيل. يعني هسه اغلب الطلاب اللي عندنا دا يسافروا للخارج حتى يدرسون، هواي اعرف طلاب سافروا للخارج حتى يدرسون ومستقبل صار عندهم، ليش احنا هنا ما عندنا مستقبل؟ ليش الوزارة ما تهتم بهذا الشيء؟ هواي عندنا طلاب، هواي عندنا مواهب، هواي عندنا شطار، هواي عندنا ناس تقرا وتتعب، بس الوزارة ماكو. وحتى مو بس هيك، حتى التصحيح هسه اكثر المواقع اللي انتشرت على اليوتيوب وعلى الفيس تلاحظ انه التصحيح غلط، انه اللي دي صحح ايد انا شفته بعيني انه ايده معوقه لكن ما دي باع الكلمات، دي هيك صح عام شامي، دي هيك صح انا حاط 15 حاط 10 حاط 11 وهذا شنو ذنب الطالب؟ زين اذا هو مجاوب ويجي درجه 15 لا 10 شنو ذنبه؟ ولا ما نحقق طموحنا اذا هيك اهمال وهيك وزاره لا تساعدنا تطي لا شيء، مستحيل احد يحقق طموحه، انه هي المفروض انه تبذر يعني الطالب دا يدرس ودا يقرا بهذا الجو وبهذا الحر، المفروض هي هم تبذر ويانا مو بس احنا، ما حد يقدر ايد وحده ما صفق. الكهرباء حاليا زينه لكن احنا حاليا بالامتحان تجي تروح تجي وتروح، الكهرباء اصلا زفت، يعني احنا دا ندرس لكن الكهرباء ضعيفه، شنو اللي يعني نريد نقرا نريد ندرس من تجيك ساعه تنطفي اكثر من ساعه، زين احنا شلون ندرس بهالحر وبهالشمس والدنيا حاره وماكو والله لو شتاء اوكي نتدفى وندرس، لكن انه الدنيا حاره وشمس وانه ما انطفت ربع ساعه انت اصلا تموت حر ما تقدر تتحمل، الطالب شلون راح يدرس؟ وهم يجيبوا لك اسئله صعبه وتعال جاوب وانجح. اي الحقوقية كلها اتفقوا بيناتهم اتفاق، هو هذا كل اتفاق ناس متفقه على ناس حتى يسوون هيك، لانه مستحيل انه الأهم الانتخابات تزورت، أوكي زين أوكي الانتخابات مو تزورت ليش ما غيروها؟ ليش ما عادوها؟ مو احترقت؟ ليش احنا أنا على مود أسئلة تسربت وإحنا طلاب وتعبنا؟ خي غيرون الانتخابات أوكي إحنا تسربت أسئلتنا غيرون منهج كامل غيرون أسئلة كاملة، هم خي غيرون الانتخابات، همين صار بيها غش مو طلعوهم؟ همين غيروا كل شيء بيها وتحترقوا صناديق وحطوا قالوا الصناديق المهمة احترقت. هم خي غيروها؟ والله لحد ما تشوف تتغير هاي الوزارة كليتها مو فوق لي جوا كلها تتغير، والله ماكو يعني وزارة ما فيها تحكي وياه من تحكي، إذا حكيت مسؤول ما تشوف، شفت فد يوم مسؤول جا بادر بشي للطلاب قال أني مسؤول أحب أسوي شي للطالب، مستحيل ماكو، هاي بس يجي أني والله فتت لفلان مدرسة فتت لفلان هاي وكل شي ماكو، أنا بس هاي يعني فتت لهاي المدرسة وكل شي ماكو، والله حرام لا يتساعدون ولا يقدمون ولا بطيخ. والله هي الأبرز المشاكل هي هسه اليسر موجودة إنه الكهرباء ماكو، الأسئلة صعبة وإحنا العوائل دنعاني كلش دنعاني، خاصة إحنا الموظفين يعني كلش دنعاني وياهم، فأرجو إنه الكهرباء تتوفر حتى هم شوية همين يقدرون حتى نفسيتهم تعبت، وهم أصلا حتى امتحاناتهم تأخرت يعني كلش تأخرت، فإحنا تعبنا وهم تعبوا ونفسيتهم تعبت، نطلب من الله بلكت الله يسهل الأسئلة عليهم وتعبهم. هي مو قلت لك هي الصعوبات هاي الأسئلة صعبة يعني ما نقدر إحنا دنعاني وياهم، طبعا أثرت لعشو ما تأثر يعني، هو إذا يمتحن تربية إسلامية ويجون هو مكمل ومجاوب وهذه ويجي يقول لك يابا أنت مسرب الأسئلة ما أخذها، ويعني هم مو كل الطلاب ترى أخذوا الأسئلة مو كلهم يعني أكو بيهم قرأوا وتعبوا وهذا، بس ما يعني خطيها يعيدوا الامتحان ليش؟ من ضمنهم هي يعني حتعيد الامتحان ليش؟ هي ما أخذت أسئلة يعني بتعبها، فهو هذا احنا دنعاني من عنده، والله هاي ما لها حل، احنا يعني يظلون يعانون الطلاب، احنا شعب العراقي كله دنعاني والله، يعني مو بس الطلاب الكل تعاني، هسك اي واحد اي واحد تسأله يقول لك انا دنعاني، من المرتاح؟ ماكو احد مرتاح بالبلد، لا اني ما خلت لها دروس خصوصية بصراحة يعني على مجهودها، والله امكانيه يعني ايه امكانيه ماكو، لا عندي امكانيه ليش لا ليش لا، بس انا ما عندي امكانيه يعني خليها بجهدها هي اذا قدرت، واذا يعني ايش تسوي يعني، المدرسه مدى تتعب المدرسه مدى تطيهم المدرسه دندزهم للمدرسه، المعلمات مدى يدرسوهم يعني يروح يعمل خصوصي ليش ينجح يعمل خصوصي وما ينجح بمدرسته ليش؟ لا داني ليش جاي ادرس؟ لا رقابة لا تعليم لا هاي ماكو يعني التعليم منتهي عندنا بالعراق خصوصا يعني.
والله صراحة القاعات زينة، بس شنو عندك الأسئلة مال القواعد غير والقرآن ما تنحل. الأدب يعني زين بس القواعد غير، ما حد يحلها. كهرباء أول يوم والله راعونا بالماي، بس اليوم بطل واحد لكل طالب والله العظيم. شوي شوي احنا عندنا تبريد بالقاعة، بس تبريدنا احنا بس تدفئة، بس تدفئة عندنا بالقاعة. هو مو يأثر، هي مساعدة، لأن بوع كهرباء ماكو، يجيبوا لك بطل مي واحد لو حار لو برد، وحظك. تعبانين، تعب، حار الدنيا، تفتيش كل ربع ساعة يفتشك، كل ربع ساعة هسه انت تفتشني، هسه عشان مفخخة تروح على ذولا عشان مفخخات. يا أخي شو تسوي لهم؟ بلد تعبان، مدرسين لا يستاهلون لا أبد. تدريس خصوصي بالمدار، هو نفس المدرس مالتك بالمدارس ما يفهمك، تعال تعال للبيت تدرس خصوصي وخذ عندك فلوس، هذا لازم يتحاسب عليه. شنو هذا؟ بالمدرسة عشان ياخذ راتب واحد وبالبيت راتب واحد. يعني انت دخلت بثمانية الامتحان فتشوك تفتيشين، صارت بثمانية ونص فتشوك النوب، صارت بتسعة فتشوك النوب، مبارك الجهاز كل ساعة جاز. يعني حتى اذا واحد يعني بقى نقطة يفكر بيها حافظها طارت النقطة. الطالب تعبان، وضعيته تعبانة، بلد منهار، يعني شلون تدير للدولة ما تعرف. والله وزارة التربية مشاكلها من 2003 لحد اليوم. زين ماكو، الطالب ما مرتاح. زين خلينا بقلق، امتحانات يطلعوها ورجع اجلوها، اكو واحد يطلع اسئله ورا امتحان بالليل تتاجل، الاسئله صعبه. زين كهرباء مي ماكو. زين يعني هو المفروض الطالب يطوي مي يطوي عصير، طبعا هذا ياثر على الطالب. الطالب الفقير اللي ما عنده يرسم. زين والطالب اللي عنده ياخذ ب 800 الف، اكو خصوصي ب 800 900 بعد التربيه، وينه 900 الف؟ الله يقبلها محمد. وهذا الطالب زين عنده دفتر ينجح معدله 90 على الكونترا، واللي ما عنده اللي على عيشته لا والله رايح يغش ويقوم يرفقون علي ويجنون امتحانات ويفرون جداول ودنيا. البارحه واحد خابرني، البارحه واحد خابرني قال لي اعطيني 50 ورقة ونجحك. الأسئلة موجودة. تعيين على التربية بشدة. بشدة و20 ورقة. منين يجيب؟ الأسئلة غلط. زين. الأسئلة غلط. الأسئلة غلط يقول إحنا شعلينا بيها، طبع غلط طابعيها غلط. يقول إحنا شعلينا بيها. مراقب تسيلة تقول الأستاذ بس وضح لي الفرق. ها والله هاي أسئلة وزارية أنا ما لها علاقة، أنا مو مدرس مادة. زين هي الأسئلة طابعيها غلط. شنو مالي علاقة بيها؟ ها شاهدنا بالمركز الامتحاني. وتبعيد ماكو كل شيء والله، قاعدين بالفانيلات، الله وكيلك بالفانيلات نمتحن، مو دولة هاي. هسه تجيب لك مدرس مادة وتجيب لك مدرس خصوصي، وين فرق من السما للقاع؟ هذا يوضح لك شغلات ما شايفه مدرس المادة، والمدرس المادة ما يعرفها. يعني هو بعد هاي جت فلوس، شلون ما يعني فهمك صحيح؟ يعني هسه المدرسين المفروض هم بالمدرسة يدرسون هذا اللي بالبيت يدرسون اياه. عمود واحد يفتهم. وهسه بالمدرسة كلكم فيرات، هسه هايكم فيرة، هاي كبرها وانا قاعد اخير رحلة، هوا ما يجيني. والله التأثير يعني كلها تأثير يعني داخل الصف، لا مكيفات تشتغل، لا الماي متأخر مرات ما يجيبونه، يعني هو أسئلة متأخرة. كل خمس دقائق وطابنا لو مدرس لو طاب أحد قاعد يسوون تعداد، يعني حتى يأثرون على الطالب، يأثرون على أجواء الامتحانات. يعني الطالب ما يقدر يركز، ما يقدر يمتحن. يعني قلت لك كل خمس دقائق طاب لك مدرس، لو تعال يعدد الأسماء، لو يغير بالأماكن، لو يسحب الرحلات، فما مو وضعية هاي. يعني إذا الطالب مثلا المدرسة، مو كل المدارس، أكو مدارس إنه المدرسين يستغلون، ما يدرس كل طاقته، يعني ما يعطي كل الأشياء، ما يعلم بأشياء، يعني ضم أشياء بالخصوص يعلمها، مو يعني مو ما يشرحها. فهذا الطالب اللي ما عنده اللي يعني شلون أقول لك، مادة ماكو، فما يقدر يعني شلون شو يسوي، ينجبر يروح. زين ما عنده فلوس، هو ما إمكانيته مو زينة، شلون بيش حاله؟ يعني اول شيء انت تقطع الانترنت عن العراق كله، عن وطن كامل وعن شعب كامل، ما لازم تقطعها. عم شنو؟ انه الاسئله ما تتسرب. تيجي ثاني يوم تقول الاسئله تسربت بشكل كارثي على الانترنت، على الواتساب، كل انواع التواصل الاجتماعي، وتسربت ووصلت للطلاب. تسربها منو؟ تسربها اني
من بدايه المدرسه. خلينا اعطيك اياها بشكل مضمن. اول شيء احنا كمدرستنا مصطفى جواد انه غاب المدير، صارت اشكالات، دوام ظهري لعبان نفس بالبدايه، غياب كادر تدريس، ما عندنا كادر تدريس مضبوط، انه اكثر الدروس او الغالبيه الدروس يعني تقريبا 5 دروس احنا ما كملناها. تاريخ 7 فصل خلصنا منه 3، مشينا منه 2 هيك يعني على السريع، يعني خلصنا 2 معلمه بدون دراسه بدون فهم، احنا خف الله علينا درسنا بال8 يوم. عندك العربي ما كملونا، لا نقد كملوه، لا ادب كملوه، لا قواعد كملوه. رياضيات مشان الماده كل شيء ما افتهمنا منه، يعني حاطين خصوص احنا اقول لك طلعنا درجات عاليه، بس طلعناهم بالخصوص بفضل الخصوصي. عربي انا ما داخل، الانجليزي نفس الانجليزي طعنا الاستاذ يعني طعنا ما خوش ماده، بس هذا كنسبه، اما كمستوى العام مدرسين الانجليزي بالعراق لا كمستوى كارثي. ياثر على الطالب حسب المدرس واستجابه الطالب، اذا المدرس كفو يعطي الماده للطالب حقانيه ينجح. والماده هاي الماده ما تفيد كل شيء، يعني ما تفيد القرايه، خاصه رياضيات القرايه ما تفيد القرايه، الكتاب ما موضح، الكتاب ما موضح، يحتاج ملزمه، والملزمه اللي لازم المدرس، والمدرس اللي على طريقته اكيد ما يبذل جهده وطاقته بالمدرسه. هسه ما اريد ابرر له، بس كمستوى عام طبقه المدرسين انه ما مهتمين لهم، رواتبهم قليله، مكانتهم الاجتماعيه ما مهتمين بها، حتى اخويا مكانتهم الاجتماعيه قليله، فيحسون انه بعدهم يحتاجون اكثر، والمدرس قادر على الاستدامه، يقول لك انا ادخل وفي الطلاب اكثر.